تنضم لنا هاتفيا دكتور سارة كيرا، المحللة السياسية المتخصصة في الشؤون الأوروبية. رحب بك دكتور سارة. أهلا بك يا فندم. أهلا بك. فرصة اليمين المتطرف من وجهة نظرك في الانتخابات، وكيف سيؤثر تمثيله البرلماني المقبل على الشارع الإسباني، خاصة العرب داخل إسبانيا، أو اليمين المتطرف ضد اللاجئين بصفة عامة؟ خلينا متفقين ان تم سحب الثقه من الحكومه السابقه تحت زعامه الحزب الشعبوي الاسباني او البيبي بسبب قضايا فساد كثيره، والنهارده الحزب الشعبوي ده اتحد مع حزب الفوكس اللي كثير من الاسبان بيروا ان هو عوده للفاشيه في اسبانيا. واتحاد البيبي او الحزب الشعبوي مع الفوكس بيسيء ليهم، يعني هما الاثنين. ففرص الفوكس طبعا كسبان في، وكمان في اقليم زي اقليم الاندلس كبير جدا، فعلا فاز بالفعل، ولكن باقي اقاليم اسبانيا شهدنا مظاهرات ضد انتخاب بعض من الشعب الاسباني لهذا الحزب اليمين المتطرف، وخاصة بعد تحالفه مع سيدادانوس والحزب الشعبوي اللي تم سحب الثقة منه العام الماضي في يونيو 2018، فده بيسيء ليهم. وهناك ترقب من الأسبان ودعوات كثيرة للتصويت لإنقاذ الموقف والمشهد السياسي في إسبانيا وانتخاب الحزب الاشتراكي العمال. شكرا جزيلا دكتور سارة كيرا، المحللة السياسية المتخصصة في الشؤون الأوروبية، كنت معي عبر الهاتف.